بص يحيى ممثل اكيد مش انحياز شخصي يعني طبعا. لا ممثل يدخل القلب وعارف مفاتيح الناس مفاتيح الجمهور والجمهور حبه وعشرة عمر عشرة 40 سنة على الأقل اللي امتزد في الدراما ما بيخذلش جمهوره الشخصية بتفرض قانونها عليه. المسلسل كان عنده مشكلة في الدراما التلت أبناء اللي هما فيهم واحد ابنه واثنين لا يعني بس ثلاثة المرشحين اللي هما باستثناء إسلام إبراهيم ما كانوش على المستوى.